عن المرأة العاملة وأهميتها بالمجتمع. رح نسلط الضوء أكثر على العنصر المهم والفعال وهي المرأة العاملة. أريد نتعرف نظرة المجتمع الشرقي للمرأة تحديداً اللي تتعب على نفسها واللي تكون روحها من الصفر. ما هي نظرة المجتمع للمرأة العاملة؟ طبعاً هي من أشد الصعوبات اللي تواجه المرأة إنه هي تكون عاملة وإنه تكون معتمدة على نفسها ومعتمدة على ذاتها وخالقة من نفسها إنه الشخصية المستقلة بذاتها. طبعاً أكثر المجتمع يحاولون يعني خاصة مجتمعنا الشرقي ومجتمعنا الذكوري يحاولون يحبطون عمل المرأة من معنوياتها يقللون من شأنها. مو بس الرجال طبعاً أحب أن أنوه لهذا الموضوع، مو بس الرجال اللي يحبطون معنوياتها، يعني إذا تلاحظون أو يعني تنتبهون إنه النساء حتى النساء العاملات يقومون بالتنمر ومثلا تقليل من شأن المرأة الناجحة في سبيل انه احباط معنوياتها، احباط محاولاتها انه بالنجاح والتقدم الى الامام. فتشوفين نظرة المجتمع يعني بين مؤيد ومعارض. نعم. المؤيد ليش مؤيد؟ يعني اغلب الرجال يعني كانوا قبل مثلا عنده اعتراض انه المرأة العاملة، انا ما اقبل انه زوجتي او اختي انه تكون عاملة او موظفة. بس بتطور الحياة وتطور مثلا قاموا يحتاجوها انه هي صار انه رجل انه يدور من ضمن المواصفات المرأة اللي يختارها انه تكون موظفة او عاملة. طبعا هذا الشيء بسلبيات وبايجابيات. بإيجابيات طبعا احكي بالبداية عنها انه هو يدعم، يكون داعم للمرأة ومثلا ما عنده النظرة السلبية ويكون انه شو مثل المسؤولية المشتركة بينه وبين المرأة. يعني بس يعني بعض الرجال انه مع الأسف يستغل هذا الشيء انه يعتبر انه المرأة ما دام انه انت عاملة وانت قادرة انه تتحملين مسؤولية البيت تبدي مسؤولياته هو من البيت، تخف انه يقلل مسؤولياته باعتبار انه هي دا تساعد، هي دا تساعد من باب انه هي تريد ترتقي بعائلتها لشيء افضل، وبالإضافة إلى أنه العمل الاقتصادي تحسن، تريد عائلتها والأولاد تريدهم مثلا مدارس أحسن، ملابس أحسن، مكان سكن أحسن، وسيلة تنقل أحسن، يعني حتى تخفف عليه أنه تخفف عليه. طبعا هذا الشيء المفروض أنه يكون يعني يلاقي التقدير من قبل الرجل. يعني هو مثل ما الرجل أنه يساعد المرأة بأمور مثلا، أحيانا الرجل يساعد المرأة، يعني كل الرجال شايفين آبانا وأزواجنا يساعدها مثلا مرات بالمطبخ، يساعدها تدريس الأولاد، يساعدها مثلاً يعني بأي واجب من واجبات البيت. يعني هذا الشيء ما خلى إنه المرأة ما تعاملت ويا إنه خلاص هاي صارت مسؤوليته. هو يعني من حقه هذا الشيء إنه طبيعي إنه هو يساعد مثل ما إنه هي تساعد. فإنه مساعدة المرأة إنه هي باعتبار دعم للرجل ودعم لعائلتها، ومثل إنه تكون مشاركة إنه بعائلتها إنه حتى ترتقي ومثلاً تكون يعني عائلة متكاملة، مو إنه لأنه انفرضت عليها وهي المسؤولية إنها مفروضة عليها. صحيح. طيب كل ما تزداد العواقب الحياة تزداد متطلباتها، بالتأكيد لازم المرأة تعاون شريك حياتها بهذا المجال.